بدأ العمل بنقل الصخور وجلب الحطب والماء وحفر الأرض وتجهيز قاعات الطعام والنوم والنظافة وبدون راحة حتى حلول ساعات بعد الظهر. والهدف من كل ذلك هو التجهيز من أجل مهرجان شباب الجبهة الشعبية المعروف بمهرجان YPFDJ، وينظم هذا المهرجان هذه السنة للمرة السابعة. وهذا المهرجان وحسب ما تقول به الجبهة الشعبية هدفه تعريف الشباب في الخارج بوطنه، حيث يشتمل على منافسات رياضية وفنية وجولات داخل البلاد، حيث تخصص الجبهة الشعبية وعبر الشركات المواصلات التابعة لها سيارات النقل لنقل الشباب من العاصمة وحتى معسكر ساوة، ونقلهم بعد ذلك إلى مصوع مرورا بجندع وكرن والمدن الأخرى. ويقوم أغلب المشاركين بدفع تذاكر سفر الطيران وحجوزات الفنادق في العاصمة على أن توفر الجبهة الشعبية المواصلات والسكن داخل المعسكرات. ويدر هذا المهرجان مبالغ مالية ضخمة باعتبار أن المشاركين فيه من الشباب في الغالب هم من القادمين من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا. هذه إذاعة إرن. بالإضافة إلى الحفلات الفنية والمسابقات الرياضية، يركز كوادر الجبهة الشعبية على إعطاء الشباب